الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشم القرشي، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، حديثنا لهذه الجمعة سيدور حول النصيحة، آدابها وشروطها وأسسها ومجالاتها ومعوقاتها وثمرتها. لا شك أيها الإخوة أن النصيحة هي تندرج تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي دعامة من دعائم هذه الأمة الإسلامية، وخصيصة من خصائصها، بل إن الدين كله يقوم على النصيحة. ولقد اعتبر الإسلام النصيحة أنها خصيصة من خصيصة هذه الأمة الإسلامية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بل حينما يعطل المسلمون شعيرة النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ناقوس الخطر يدق، بل هو مؤشر من مؤشرات الضلال. يقول الله عز وجل مبينا هذا الأمر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بل إن النصيحة هي منهج الأنبياء والمرسلين، بل هي منهج الدعاة والمصلحين ورواد الفكر الإسلامي في كل عصر وفي كل زمان. لماذا؟ لأنه كما يقول العلماء الربانيون: لولا النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاضمحلت الديانات، ولا التبس الحق بالباطل، ولا انتشر الفساد، ولا ذهبت الهوية والعقيدة. إذن فالنصيحة هي فرض على كل مسلم وكل مسلمة. يقول ابن حزم رحمه الله أن النصيحة هي على شرطين: الشرط الأول أنها فرض وديانة، والثاني أنها تكون من باب التذكير والتنبيه، لأن الإنسان قد يغفل وقد يضعف وقد يذوب في بوثقة الكفر وفي بحور الشهوات. فإذا كان الناس يحتاجون إلى الطبيب ويحتاجون إلى المستشفيات، فحاجتهم إلى الطبيب والعلماء وإلى التذكير أكثر من حاجتهم إلى الطبيب، لأن هذا يترتب عليه موت القلوب وموت الأرواح. والشرط الثاني وهو ألا يشترط أن تكون في النصيحة قبولا. فبعض الناس كينصح وتيقول لك لا خصني لا نصحتو يعمل بالنصيحة ديالو، هذا كلام باطل. وما على الرسول إلا البلاغ،
ما علينا نحن إلا أن نلقي البذور والزرع على الله. فالهداية هدايتان، هداية هداية توفيق وإلهام، وهداية بيان وإرشاد. فما على الآباء إلا أن ينصحوا أبناءهم، وما على الزوج إلا أن ينصح زوجته، والزوجة تنصح زوجها، والإمام ينصح المأمومين، وهكذا. يقول الله تعالى: وتواصوا بالحق. فهو مشترك، هذه الوظيفة بين الناس جميعا. لقد اعتبر الإسلام النصيحة هي حق من حقوق الأخوة الإسلامية. فلا خير في قوم لا يتناصحون، ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. إذن أيها الإخوة، هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين هذا الحق المشترك. نحن ماشي كتجمعنا هي الماكلة والشراب واللقاءات، لكن هناك حقوق مشتركة. لا بد للمسلم إذا رأى في أخيه المسلم إعوجاجا، انحرافا، أن قدمه قد زل وقد خالف أمر الله، فعليه أن ينصحه، أن ينصحه، وأن لا يجامل، وأن لا يداهن، لأن ذلك يؤدي إلى فساده وإلى انحرافه. إذن فقلنا أيها الإخوة، الأمر الآخر وهو يجب أن نراعي آداب هذه النصيحة. فالهدف من النصيحة أولا قبل أن ندخل في الآداب، لا بد أن نذكر ثمرات هذه النصيحة. الثمرة الأولى وهي هداية الناس، هداية الناس إلى معالم الطريق وإلى سبل النجاة. الأمر الثاني هو تقليل الشرور والآثام. إلى ما بقيناش كالأمر بالمعروف وكنهوا عن المنكر وكنصحوا، فإن الشر يزداد. ولقد أثبتت الدراسات الإسلامية والبحوث العلمية على أن السبيل الوحيد لمكافحة الجرائم، لمكافحة الجرائم، وهو النصح لله ولرسوله. وهذا هو كان سبيل الأنبياء وسبيل الرسل. فالأمور تعالج بالفكر، لأن الفكر يعالج بالفكر. ثم كذلك أنها تعمل على نشر الأمن والأمان، وتعمل كذلك على التوحد، وأن يصبح المسلمون كلهم كالجسد الواحد. ثم كذلك أيها الإخوة، ما هو الآداب؟ لا بد للنصيحة من آداب. وهناك رسالة لابن رجب الحنبلي رحمه الله، ألف رسالة في هذا الموضوع حتى يفرق بين النصيحة والتعيير. معظم المسلمين لا يفرقون بين النصيحة والتعيير والتشهير والتبكيت والتجريح. فأما الأول فهو فرض وديانة وواجب، كما قال جرير رضي الله تعالى عنه، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والحديث متفق عليه. هذا الأدب الأول. ثانيا، أن تكون النصيحة خالية من الغش، لأن أحيانا الواحد كينصح ولكن ديك النصيحة ما كتكون صحيحة، هو يقصد بها أمر آخر، يقصد بها التشويه والتخريب والتفريق والتحريض. هذه النصيحة قال العلماء يجب أن تكون خالية من الغش ومن الخيانات ومن المراوغات الثعلبية. كذلك أن يكون الناصح عالما بموضوع النصيحة. فبعض الناس لما يريد أن ينصح أخاه، أولا هو ليس متثبت، هل فعلا هذا الأخ أخطأ أو لم يخطئ؟
بل إنه يأخذ هذا الأمر بناء على ظن أو على وشاية أو على كذب. فالواجب على المسلم أن يتثبت لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا. ثم هذه النصيحة أن يقصد بها وجه الله عز وجل، فلا يقصد بها تقريعا ولا تأنيبا. هذه النصيحة المرأة كتنصح الأخت ديالها والأخ كنصح الأخ دياله، هذه النصيحة يقصد بها وجه الله. ولا ينبغي أن نتفرق، يكفينا ما تعيش فيه الأمة الإسلامية من التفرق والتمزق، فقد آن الأوان لأن يكون المسلمون جسدا واحدا. لا نختلف من أجل الدنيا ولا نختلف من أجل الاختلافات الفكرية، هذا كله مذموم أيها الإخوة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم كذلك من شروط النصيحة أن يكون الناصح عاملا بنصيحته حتى يكون لها الأثر البليغ في نفس المنصوح. الإنسان لما كينصح واحد الإنسان خصو يكون هو بعد عمل ديك النصيحة باش حتى الآخر كيقبل، لأن أول ما ينظر إليه ينظر إلى الناصح هل هو يعمل بهذه النصيحة. ثانيا حتى لا ينطبق عليك قول الله تعالى الوعيد الشديد: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم أيها الإخوة، ما هي مجالات النصيحة؟ مجالاتها أربعة عليها يقوم الدين، بل إن الدين كله يقوم على النصيحة. ماشي هي الماكلة والشراب، الإصلاح ديال البيت بالنصيحة، الإصلاح ديال المساجد تكون بالنصيحة، الإصلاح ديال الناس، الإصلاح في الجانب العقائدي وفي الجانب الأخلاقي وفي الجانب الاجتماعي وفي الجانب التربوي أنه يقوم على النصيحة. ما هي مجالة النصيحة؟ أولا النصيحة لله، ثم لكتابه ولرسوله. النصيحة لله عز وجل، كيف تكون النصيحة لله؟ لا بد النصيحة لله، الله لا يحتاج منا إلى نصيحة. قال العلماء النصيحة لله وهو أن تنفي عن الله الشريك والنديد والمثل، وأن تطيعه فيما أمرك، وأن تجتنب ما نهك عنه. هذه هي النصيحة، النصيحة لله عز وجل. فلا تشرك به شيئا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. وأن يحقق المسلمون الهدف السامي الذي خلقوا من أجله، وهو عبادة الله عز وجل سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وهو يوضح الغاية التي من أجلها خلق الناس: خلق الله عز وجل من أجلها الخليقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم النصيحة لله، كيف تكون النصيحة لله؟ وهو أن تدافع عن دينه. أن المسلمين يجب عليهم أن يبتعدوا عن المحرمات في باب الربا، في باب الزنا، في باب الخمور. هذا هو نصرة الله عز وجل. وأن يكون العبد واقفا عند حدوده سبحانه وتعالى، وأن يتخلق بأخلاق القرآن: أقيموا دولة إسلامية في قلوبكم تقل لكم على أرضكم. فهذه إن تنصروا الله ينصركم، فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط. ثم كذلك الدفاع عن دينه وعن شريعته، وكذلك النصيحة لكتابه وهو القرآن الكريم بتلاوته وبتدبر آياته والاتعاظ بمواعظه والتخلق بأخلاق القرآن الكريم. ولكن أين نحن اليوم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات؟ موقعنا من أبجدية الشريعة الإسلامية، أين موقعنا
من هذا القرآن العظيم الذي رفع الله به العرب الذين كانوا رعاة الإبل والغنم إلى سادة الشعوب والأمم، فقادوا سفينة المجتمع الإنساني بفضل هذا القرآن الذي حررهم من الأوهام ومن الخرافات ومن الفلسفات، وحررهم من عبودية الشهوات، وربطهم بربهم جل وعلا، فجعلهم يعيشون في عزة وشكيمة وقوة، فلا يخافون إلا الله عز وجل. ولكن أيها الإخوة، السؤال المطروح: أين نحن من القرآن؟ يقول الله عز وجل على لسان نبي: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المسلمون اليوم في هذا العصر معظمهم، لا أقول كلهم، وإنما معظمهم هاجروا القرآن الكريم. هناك من هجر قراءته، وهناك من هجر العمل به، وهناك من هاجر التحاكم إليه، وهناك من هاجر الاستشفاء به. أيها الإخوة، هذه النصيحة لكتابه، وهي تتضمن أربعة أمور: أولاً الذب عن القرآن الكريم، ثانياً تصديقه، تصديق خبره تصديقاً جازماً، كل ما تحدث به القرآن فهو صدق لا محالة، ثم امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ثم أن تقين بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام، كل ما حكى عنه القرآن فهو حق. يقول الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وما معنى الإطفاء؟ البلاغيون يفرقون بين الإطفاء والإخماد. قالوا: الإخماد وهو أن يطفئ معظمه وكثيره، لكن الإطفاء هو أن يطفئ الإسلام قليله أو كثيره، وهذا لا يمكن أبدا. فالمد الإسلامي ينتشر في ربوع العالم، لأن الإسلام فرض وجوده بأخلاقه وبمبادئه وبعدله المطلق وباحترام شرائح المجتمع، وأنه دين الرحمة ودين العالمية ودين يحارب التمييز العنصري. ولذلك كان الإسلام أنه من عند الله عز وجل، ليس من زبالة أفكار الرجال ولا فلسفتهم، إنما هو دين إلهي رباني أنه من عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك جعل الله فيه البركة والمد والانتشار على كر العصور والأزمنة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله عز وجل سينصر دينه، ولذلك وجب على المسلم أن لا يتضجر وأن لا يصاب بالقلق ولا باليأس، فينبغي أن ينظر إلى الموضوع بمنظورين: بمنظور كوني قدري وبمنظور ديني شرعي. ثم النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ النصيحة لرسوله هو الالتفاف حول قيادة رسول الله، لا تحت قيادة الشيوخ والمريدين. إنما المسلمون جماعة واحدة، نبيهم واحد، فلماذا يتفرقون ويتشرذمون؟ هذا يؤدي إلى الضعف والهوان. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم في الاتباع والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في أفعاله التي يقصد منها التعبد. وإحنا تنقول النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفاش النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإحنا غادي العادات والتقاليد والأعراف والهوى والموضة، وكل واحد كيعبد الله تعالى على حسب الهوى دياله أو ما تملي عليه الشياطين والإنس والجن. لا، فالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المقصود من ذلك كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو أن يخرج المسلم من داعي الهوى. ما يقولش أنا مسلم، ولكن هو مسلم بالاسم لا بالمسمى. لا نريد أن يكون حبرا على ورق،
ولا أن نكون كالذي يرقم على الماء التي كتب فوق الماء. الماء مش غتكتب فوق الماء. أو كالذي ينفخ في قربة مثقوبة. يجب على المسلمين الآن أن يكونوا كالجسد الواحد، وأن يخرجوا من حيز النظر إلى حيز التطبيق أيها الإخوة. ثم النصيحة لأئمة المسلمين، نصحهم كلمة حق عند سلطان جائر، وبالرفق وبالحلم، وكذلك أيها لعامة المسلمين. فالمسلم إذا رأى منكرا أو رأى انحرافا فعليه أن لا يسكت، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. كيف يكون الإصلاح؟ لا شك أيها الإخوة أن النصيحة هي الدرع الوقائي، هو السياج المنيع. شكون اللي كيحفظ البيوت ديالنا؟ إلى الأم ما كتكلمش مع البنت ديالها، الأب ما كيتكلمش مع الولد ديالو، الماكلة والشرب أي تندرين كل شلابن، هذه هي الحياة. ماشي الحياة لا بد. الأب فادر برات ميت كنت، ومودر برات ميت كنت. علاش فهذه الصلاة؟ شوف القرآن الكريم، لأن هذه حياة غتكون ضائعة. لقمان الحكيم، هذه الشخصية العظيمة الفدة المميزة التي تحدث عنها القرآن لتكون نبراسا لنا أيها الإخوة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. شوف كيف العلاقة بين الآباء وأبنائهم، النصح السديد لكن بالرفق وبالحلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفرنا والغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. أيها الإخوة، ما هي عواقب تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو إهمال باب النصيحة؟ أولاً ظهور الذنوب والمعاصي والفواحش والمنكرات. هذا علاش؟ ولهذا قال لولاه، أي لولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشى الدين وضاعت القيم الروحية والاجتماعية والأخلاقية. ثم كذلك انتفاء وصف الخير عن الأمة. هذه الأمة باش هي أمة؟ ليست بالصناعة، إنما كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بهذا أو بهذا الوصف استحقت الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس، وأن تتوشح وسام القيادة. كذلك من عواقبه الهزيمة النفسية، أن الله تعالى يتخلى عنك. إن تنصروا الله ينصركم. كيف ننصر الله تعالى؟ ونبعدوا من الربا، ونبعدوا من الحرام، ونبعدوا من الأمور كلها، فالله عز وجل سينصرنا وسينصر دينه. ثم كذلك إذا نحن عطلنا وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا سبب في نزول اللعنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون. عدم الاستجابة الدعاء، فعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشركن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. والحديث صحيح. كذلك لما كان عطلوا الأمر بالمعروف عن المنكر، الحقوق بالوالدين مشاو. الوالدين يضيعون في حقوقهم، لأن الأولاد لا يعرفون حقوق الأباء على أبنائهم. والإنسان لا يمكن أن يعرف حق الأب إلا إذا عرف حق الله، لأن من عرف الله عرف كل شيء. شوف دابا الإنسان اللي ما كيعرفش الله، إن سفك والله ما يعرفك،
لأن اللي ما كيعرفش الله هذا لا يعرف ربه، فهذا ينسفك نسفا. ولذلك قال الله تعالى وهو يحكم ولا معقب لحكم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم كذلك ظهور الفساد في جميع مناحي الحياة الدينية الاجتماعية الأخلاقية الاقتصادية. ثم كذلك أيها الإخوة أختم، يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيجب علينا جميعا أيها الإخوة عودة المسلمين إلى العقيدة الصحيحة وإلى الدين الصحيح المتبصر. على الدعاة والأئمة أن يبينوا للناس الدين الصحيح، ليس الدين الذي هو يبنى على الخرافات ويبنى على العقائد الفاسدة ثم التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يستحضر الإنسان قول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم اعلموا على أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي استطاع أن يقدم الحلول الناجعة لجميع البشر على كر العصر والأزمنة، أحب من أحب وكره من كره. أولا قلنا أنه دين إلهي، ثانيا أنه دين شامل لجميع مناحي الحياة، فالإسلام جاء ليعم جميع مرافق الحياة من قمة أن نعتقد لا إله إلا الله إلى أدنى أن نميط الأذى عن الطريق. كذلك أيها الإخوة أنه دين الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أنه دين الأخلاق، أنه يدعو إلى الأخلاق. والأخلاق شنو هي الأخلاق؟ الأخلاق هي كتقوم على أربعة أركان كما قال ابن القيم رحمه الله. أولها العدل، الإنسان اللي ما عندوش العدل لا قيمة له، لا قيمة له ولا وزن له مهما على كعبه. فالعدل هكذا يأمرنا ديننا، والله عز وجل رفع السماء بغير عمد. بماذا رفعها؟ بعدله المطلق. وحرم الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا. فهكذا الله عز وجل يحرم الظلم فلا تظلموا. لأن ماذا؟ لأن الإنسان إذا ظلم فيوشك الله عز وجل أن يعمنا بعقاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالعذاب إذا جاء فإنه يعم الصالح والطالح. كذلك أيها الإخوة دين الإسلام هو دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا إجحاف. أن الإسلام يعني يعطي لكل ذي حق حقه، وكذلك أن الإسلام يقوم على العلم ويخاطب العقل، يخاطب العقول الراجحة، وكذلك أنه يقوم على العلم في كل شيء. فالأخلاق أساسها العلم، وبناء الأسرة أساسها العلم، والاقتصاد البيع والشراء أساسه العلم، والعقيدة أساسها العلم. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. أيها الإخوة لا يسعني في ختام هذه الخطبة إلا أن أسأل الله العلي القدير أن يحفظ أمتنا الإسلامية، أن يحفظها من الكوارث وأن يحفظها من النكبات. نسأل الله رب العرش العظيم أن ينصر هذه الأمة نصرا عزيزا يا رب العالمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين. ثم لا يسعني أيها الإخوة في هذا الختام إلا أن أذكر إخواني وأخواتي بأننا إن شاء الله تعالى مقبلون على بناء هذا المسجد وهذا المشروع وهذا الصرح العظيم. ولذلك إخوانكم قد وضعوا برامج متنوعة. هناك برنامج يعني إن شاء الله في 22 في هذا الشهر غادي يديروا واحد الأكلات يعني الصومالية، يعني الإخوان الصومال، ولكنهم إحنا بغينا الأخوات ديالنا كذلك المغربيات وكل الأخوات اللي كيصلوا معنا في المسجد أن ينضموا إلى أخواتهم باش يتعاونوا. نحن لا نريد أن يبرز الإنسان ذاته،
ما بغيناش الانسان تتبان، بغينا العمل ديالك يبان، هذا العمل الذي سيقودك الى الجنه. والاخوان يعني داروا هذا المشروع باش ان شاء الله تعالى غادي يجلبوا به واحد المبالغ ماليه، وان شاء الله ستخفف عنا المؤونه حتى نقدم ان شاء الله على بناء المسجد. فلا تتاخروا، كونوا عباد الله اخوانا. هذا الكلام ليس الاخ نور الدين اللي كيقولوا، وانما اللي كيقولوا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الاخوات ديالنا خصهم يسمعوا هذا الكلام، كونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. هنا يجب ان لا نختلف وان لا نتفرق، ويجب ان يكون عملنا بارزا، لا ذاتنا ولا قوتنا بارزة. فأسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيته. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، واشفي مرضانا، واشفي مرضانا، واشفي مرضانا، وبلغ مسافرنا. اللهم اهدي شبابنا وشابتنا إلى الطريق المستقيم. اللهم احفظهم من النزغات والويلات والعثرات، واجعلهم مفاتيح لكل خير ومغالق لكل شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت من نفسي، والحمد لله رب العالمين.